صباح الخير، صباح النور يا أحلى وأحن وأغلى أم بالكوكب كله. طالما فيها أغلى يبقى فيها دفع. مالك؟ مالك ولا شو اللي بدك اياه؟ صراحة فيها كم غرض ناقصني، ولقيت لك محل اونلاين ببيع شغلات وعنده عروض نار. أمانة الله، يعني رخيص ببلاش ماما؟ يبقى ببلاش بلاش منه يما. تعرفي ايش اكثر اشي عليه خصم هلا؟ شو؟ جهاز المساج اللي كان نفسك فيه. أمانة الله، قديش حاطينه؟ احذري. قديش؟ 20 دينار بس. طلبي كبر تعزي، شاش قاعدة هذا الديسك مليح، طلبي لي اياه، طلبي طلبي. حظك. ماله؟ هلا اخر قطعة انباعت. عادي يما، عادي حظي وبعرفه، حظي مسخن من يومه. هي وقفت على جهاز المساج هذا. في شغلات كتير تانية. ها؟ طلعي هذا الفستان. لا 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 يما، لا لا بلاش بلاش. لا لا بلاش خلص. لفحة ثعلب طلعي طلعي. لا يما والله ما نفسي صارت تلعي. جلطة على البواب. نفسي مرة بس أسكت، ضروري أحكي لها إنه جهاز راح. خد لك عشحدة هلا. بعدين معروفة، نو ماما نو ماني، نو ماني نو شوبينج. يا ماما شوفي طلعي، في اواعي شتا، في اواعي صيف، في اكسسوارات، في شناتي، في لوحات، في حرامات، في مواد تنظيف، في شوز، في كل اشي بدك اياه بالعالم. بعدين خلص ولي ولد شي فصلي، ولد شي الثلاجه بتفصل وانت بتفصليش. كبرت عزك، ما كل اشي بدناش اشي، بدناش اشي، بدناش اشي يما، بدناش اشي، بدناش اشي، بدناش اشي. ولد اي لها اكل لك اياها بالسوكو موكو؟ الله كرمك يا سلعوي. نعم يا أخوي. مرحبا، أنا من شركة كله على كله، جايب جهاز المساج اللي طلبتوه. هذا جهاز مساج؟ آه. حضرتك الست مها؟ مها؟ آه. أنا مها، يعني أنا مها. تعال هون من المدخل الثاني. استنى استنى استنى. مرحبا جارتنا، كيف حالك؟ أهلين أم فؤاد. هذا جهاز للبيع؟ هلا هو مو للبيع بس الغالي وطلب رخيص. يتسلمي، تكثر من امثالك، برد لك اياها بطلبيه ثانيه. يما روحي جيبي لي 20 دينار من جوا. يوه شو 20 دينار؟ 50 حبيبتي. 50 كبرت عزك، بدقيقه نطيتي من 20 ل 50. هذا اسمه استغلال. تقبريني، هذا اسمه تجاره، والتجاره شطاره، عرض وطلب. ميمي؟ ايه حبيبتي؟ احذري شو؟ شو؟ هي البيج اللي على الانستغرام، احذري شو عاملين؟ شو عاملين؟ عاملين ديسكاونت على هذا الفستان اللي عجبك الاسود اللي كتف بكتف عليه دبدوب. يي هي احلى بشار، عم تمزحي؟ ايه والله. لا روح وصي عليه لكن. ليكي وشوفي لي هيك كمان، شوفي سكيرت وتيشيرتات وهيك حلوين. ايه من عيوني، من عيونك هيك كم قطع حلوين. تكرم عينك. ام فؤاد الحقيني ب 50 دينار وانت تعا من هون.